القوانين الأخيرة اللي أتت يعني قوانين للأسف قيدت الحريات. يعني يؤلمني شاب في مقتبل العمر تغريدة يعني تحكم عليه بسجن. يؤلمني أن بعض الأخوان هاجر برا الكويت هروبا من بعض الأحكام. طبعا أمر مزعج أني أشوف والله البعض حاليا ينفذ أحكام بالسجن بسبب أمور يعني ما كانت في السابق تشكل قضية ولا تشكل جرم، أصبحت اليوم بعد القوانين والتعديلات للأسف اللي حصلت مؤخرا. يعني سياسة تكميم الأفواه هذه يجب أن تنتهي، ويجب إعادة الكويت إلى البوصلة لتكون منبر للحريات مثل يعني ما كانت في السابق. القوانين هذه تؤدي إلى قمع الحرية ولا إلى الحد من الشتم أو التعدي؟ هذه ما لها شغل يا أبو حسين. شوف هني الربط الخطأ للأسف. قضايا الشتم والقذف والطعن في شرف الناس وذمم الناس ما تندرج تحت طائلة هذه القوانين. هاي قوانين ثانية، لا أنا ما أرضاها على نفسي ولا أرضاها لأحد، إنه يعني ولا هي من حرية الرأي أنك تشتم أو تقذف أحد. لا، إحنا في قضايا ثانية، قضايا الرأي اللي تكون ما فيها لا شتم ولا فيها إساءة لأحد بشخصه. أوكي. إيه؟